الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فنحن مع حديث عذب محبب شيق إلى النفس، وأي حديث أفضل من الحديث عن حب الله وحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وعن سيدنا عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي قال سيدنا عمر بن الخطاب: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك، فحب رسول الله جزء لا يتجزأ من عقيدتنا الإيمانية. يقول الحق سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجة مما قضيت ويسلموا تسليما. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من إيماننا. وكان أحدهم يقول: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي يوم أحد عندما عاد أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم من أحد، كانت هناك امرأة نعي إليها زوجها وأبوها وأخوها، فقالت: ماذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: هو بخير. قالت: لا، حتى أنظر إليه. فلما نظرت إليه قالت: كل مصيبة دونك تهون يا رسول الله، كل مصيبة دونك تهون يا رسول الله. وفي غزوة أحد أيضا وقفت أم عمارة تصد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتلقى الضرب بالسيوف والرمي بالسهام والطعن بالرماح حتى وقعت أرضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ فتقول: بل أطيق وأطيق وأطيق يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: سليني يا أم عمارة. فتقول: أسألك موافقتك في الجنة يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنت وأهل بيتك يا أم عمارة. ولما أتى أحد الناس يسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله وحب رسول الله، أعددت لها حب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب. وكان الشافعي رحمه الله يقول: أحب الصالحين، أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. إذا كان الشافعي يقول هذا في شأن الصالحين: أحب الصالحين وأرجو أن أنال بهم شفاعة، فما بالكم بحب الحبيب محمد
صلى الله عليه وسلم. حب رسول الله يكون بالأعمال، بالصدق، بالأمانة، بالوفاء، بالعمل، بالإنتاج، بأن نكون أمة عظيمة قوية يباهي بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة. نسأل الله أن نكون منهم وأن يجعلنا من محبي رسول الله. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، واجعلنا من المتحابين فيك، وأظلنا بظل عرشك يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.